يا الربع اللي كنا خايفين من عنده صار. قامان رجعت تصور ويا لانا محمد وحلوا وكل الخلاف ما لجم. سلام عليكم ويلي ان شباب، انا عباس وفيديو جديد. طبعا البارحه نزلت لكم فيديو، هو مو البارحه نزلته يوم 31، يعني بعد كم ساعه ندخل على سنه جديده 2023. اوكي يا ربع، جتنا وايد تعليقات على ليش ما تسوي ردت فعلك على الفيديو اللي نزلته قمر الطائي بعنوان مشكلتي مع لانا محمد. طبعا هي هنا سوت فيديو وحكت كم سؤال ولانا هم ردت اسئله على قمر الطائي، فحلوا المشكله مالتهم اللي صارت وعرفوها المشكله. قبل لا نبدا الفيديو يا ربع، فجروا المقطع لايكات واشتراكات، خلينا نوصل المقطع في 1000 لايك قليلة. والله تقدرون تجلس تشوف المقطع، وقف الشاشة، دوس على لايك ودوس على الاشتراك اذا تجي على القناة. خلينا نوصل 10000، يعني انا قلت لكم ندخل على سنة 2023 حدابنا 10000، بس اوكي ماكو مشكلة نقدر ندخل. فلازم تشتركوا بالقناة، خلينا نوصل 10000 وبس يا ربع، خلينا ندخل على يا ربع. هذا هو الفيديو مثل ما تشوفون. طبعا اسف اذا راح يطلع عندكم الفيديو مو واضح، هاي راح اصور بالموبايل لان الحاسب يعني مخربطة، لازم اضبط الاعدادات مالته، ما اعرف ليش يعني متخربطة الاعدادات مال البرنامج مال التصوير، فراح اصور بهذا الفيديو بالموبايل، واعذرونا اذا صارت في مشاكل بالمونتاج، يعني لان بالموبايل. تمام. لا المايك عندك. ابلش في مشكلة؟ تمام. بلشينا قبل على سلة. هلا شوفوا فيديو صراحة هذا. اوكي عن جد صراحة. والله. والله صراحة. والله حلو. مو جامل انا. صراحة صراحة. اوكي. اوكي. هلا أول مرة شوفي قبل ما كان في مشاكل. حتى يمكن انه انا كنت اتابعها من قبل ما تتابعني يعني، وانا كنت يعني عادي انه اتابعت مثل باقي صح. انا هاي شايفه يعني الحاله، اول ما قلت انزل عليهم ردت فعل ما ردت فعل، فهو يقولوا العلاوي انه اكو مشاكل صايره. انا بالبدايه يعني قالوا العلاوي سوى ردت فعل على، انا ما احب المشاكل انه ادخل مشاكل ما اعرف شنو، ما احب هاي السوالف. انا عباره عن شخص اسوي ردت فعل رياكشن. اوكي. فانا يعني صراحه شفت من دخلت سويت متابعه القمر الطائي وسويت متابعه لانا محمد، شفت انه لانا محمد مسويه فولو القمر طه، بس قمر طه ما رده يعني. هاي الصراحه نشوف هسه رجع الفولو اكيد هو رجع يعني. ومره حضرتك ابصر شو بعدتي اول مره بس انا اخذته بموضوع عادي يعني، كان يعني اول صراحه بس كنا عم نمزح. لا ما بلشنا حكي كان تلطيش. شوفي مني ومن طرفك. طيب كله بصراحه بس اخذناه بمزح بعدين. شو ما في مزح يا قمر؟ اخذناه بمزح بعدين عادي. احس نفسي انه الناس اللي جوا كلش ما اعرف شلون يطلع عندكم بالتصوير. فجأة بيجي اي ناس سوالف يا رب. احنا رايد ندخل على اسئله قبل حتى ما نطول الفيديو عليكم. اوكي يا رب هنا. شو كنت تفكري لما بعثتي لي اخر مسج؟ تمام. هذا السؤال المهم اللي احنا ندور السوالف، يعني ردنا نعرف شنو المشكله. شنو كنت تفكري باخر مسج بعثتي لي اياه؟ تمام. يعني هذا تحكي القمر انك حدا ما بيخجل. انا قلت لك حكون صريحه انك الله كيف قال لك يعني لعبة تعب، بغض النظر انه احنا حتى لو كنا حاكين او مو حاكي على الخاص، بس الواحد بيجي بيحكي مع الواحد، مش انه والله انا وياك بيناتنا فولو وكل سنتين بنحكي مره، ومن يومين عيطتيني بعيد ميلادي فجاه تعملي لي انفولو. صح. بس انت وانا مش حدا مسويت لها انفولو يعني بعد ما رجعت قمر طائي الفولو رجعت لانا سوت انفولو. يعني مش حدا عادي. أوكي. والله في اكل مدرسه عم تعملي انفولو، انا حدا كمان مش صح يعني. صح. بس هي لو قبلك كنت لو جاي حاكي معي بدل ما تعملي فجاه او قالت لي مثلا بسبب شيء معين او بسبب حدا معين او ورفر كان عادي ما كان عندي مشكله، بس انه تعملي لي انفولو تتركيني انا فولو باك مش حلوه الحركه ابدا. ترى صدق مو حلوه يعني ايش حركه مرات انه انت اتابع انا هو يجون هم بالخاص يعني اكو انا تعرفون بالحساب مالتهم انا طبعا ما بي هواي متابعين بس انا اتابع الناس اللي انا احب انه اتابعهم يعني. هاي الصراحه اكو ناس تقول علاوة ليش انا مسوي لك فولو ليش ما ترجع لي الفولو او ليش تلغي الفولو. يا رب انا ما احب انه اتابع هواي ناس لان انه انا دائما اكون مشغول بشغل تصوير هيك يعني هاي الشغلات اللي انا احبها اهتماماتي. فمرات انه اذا القى شخص مسوي لي عليه انفولو انا مسوي له فولو لان انا اتابع ناس قليله كلش. اوكي. حتى انه ما اضل اركز او اتشتت وهيك شيء يعني. فالقى انه مسوي له انفولو انا شو اسوي قبل اعطيه انفولو؟ انه اذا انا ضايج من هذا الشخص هيك يعني ضايج من عنده وانا مسوي له فولو وفوقها انه بيعطيني انفولو طيب لوك على طول. فهنا أنا يعني صايره مشكله. بس احكي لكم شغله، هي مشكله يعني الانستغرام هو كذا واحد سوالك فولو ما اعرف يعني انه بحس يعني تحس انه قلل من عندك بحس انه ما كانت تفرق معهم فمشان هيك. بس هي عادي يعني ان شاء الله عادي والله جدا عادي. انا كل متابعتها على الانستغرام كان هلا 200 شخص، انا ما بتابع اي حدا ولا برد الفولو لاي حدا، فراح انتبه وراح اعرف. لا تشوفون صح صح اي شخص انه عنده حساب بالانستغرام ينتبه من اللي يتابعه من اللي هو متابع. يعني انت تابعتيني وانا رديت لك الفولو تروحي تعملي لي فولو ليش؟ حاسه هيك يلا شيء يا جماعه اللي صار انا بعثت لها بهدله على الخاص وعملت لها بلوك. بس انا هاي الرساله اللي قصدي عليها انه انا بعثت لها بهدله وعملت لها بلوك بهدلتها يعني في العراق. شوفي يا جماعه انا والله وقت ما رديت وكان فيني ارد بس عملت لك بلوك. طبعا لا ترجعون قالوا ليش لابس كبوس وما اعرف شنو الدنيا بارده. تمام بارده كل شوي عملت لها ميوت بهدلتها رديت
وبلوك مطيتها. انا سوري يا جماعه بهدلت استنيت تعمل بس اول ما قرات الرساله سين عم تطلع فورا عم تلبيوت. بس انت بس انت اعمل سين انا مش انا ضليت لقيت حالك مبلكه انا ضليت لقيت صورتك راح تسكر حسابك اخ يلا مش مشكله مشاكل قديمه يا جماعه يا جماعه جد انا اعصاب معلش يا جماعه صغيره لسه 16 سنه صغيره 17 سنه ما يفوز تقول صغير عندنا ثلاث نفس العمر تقريبا يعني فرق سنه او مو سنه يجوز بالاشهر اوكي تقول صغير عليها اوكي ارمي حالك انا بعد بكره بضرب ابنك بعد لانه بعد بكره فرجه رحمه لا انا محمد سائر بركات هل في حدا دخل بحياتك شفتيه منيح او تعامل معك منيح وبعدين خذلك او استغلك يعني بالسوشيال ميديا وبعدتي عنه شوفي هلا كل السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا اصلا بيعملوك منيح لحتى ياخذوا ياخذوا الدنيا انا بعرف هالشيء بس مثلا حدا معي بتكون صدقت انه هو منيح بعدين طلع منيح كلنا صدقنا نمنعه كلنا شوفوا استغلال انه قصدي فيوز هالقصص انه مش هلا فيوز كلنا اخذنا فيوز من طرفين من كل الاطراف اخذنا فيوز هذا الكل يعني في له يستفيد هي الكل تاخذ وتعطي في له يستفيد بالعراقي بس بحس انه الموضوع جدا عادي عندي وما فرقت معي صراحه قد ما حدا اخذ مني فيوز حلال عليكم يا جماعه خذوا فري بوزع فيوز فري حلال هيكي شفنا بعض اول مره لما كنا متخانقين وقتها كانت الحفله شو كنت تفكري بهذيك اللحظه لما شفتيني اول مره حفله مال السيلو اتذكرها مع ان عيوننا ما طرقت ببعض يعني هي لافه وانا لافه اول ما دخلت ولقيت كنت انت وليم بالحفله فقلت اذا سلموا راح اسلم يس اذا ما سلم ما حسلم لانه انت اللي عملتي انفور بالاول فقلت يعني اذا انت بادرتي بالسلام انا اكيد رح رد عليك وعادي حلو لا انا طلعت عليها ولا هي طلعت علي ولا حدا عبر الثاني بس صارت كم حركه استفزتني بوقتها بالحفله كثير شو حتى بوقتها صار كان في لعبه وكانوا موقفيك جنبي باللعبه وخسرتيني اصادا على فكره والله العظيم اصادا ما بعرف المهم شوفي كم حركه بس تركز يا الربع فجاه انا اكون واقفه بامان الله يجي شعره يدخل بخلقتي عم تدبك قدامي فجاه هيك انا صريحه انت كثير دقيقه ما قلت لكم تركز انا بصدق والله العظيم وقتها يعني شفت على فكره طلعت دقيقه التفاصيل قمر وابتسمنا لبعض عادي لا انا ما ابتسمت ابتسمتي انت ابتسمتي لي فمشان هيك انا ضحكت ما بعرف قلت لي هيك يمكن عم تبتسمي لحدا ولفيتي علي يمكن ايه يا فانه ما توقعت انه هي انا بضلت مع بني يا ربع ما اعرف ليش انه قاعد احس يعني قمر والبيست مالتها يعني هيك يعني من قاعد احضر الفيديو يعني مشاكل شلون مال حبايبي تحسوهن بينطش علي هيك شعر قلت يعني شو عم تفرجيني حاله ولا لا والله يا والله لا انا شعري شو اسوي فيه بلوي يعني مثلا اعمل هيك تاكلي كفرني فانه يعني ما عندي انطباع بس انه لو مسلمين كنت حسلم بوقتها وكان كل شيء حيكون طبيعي صراحه ما كنت حاكون احقد عليكي او شيء لانه بالاصل ما في شيء يس هي الفكره ما في شيء شو الانطباع اخذتيه عني قبل ما تعرف الله شنو الانطباع قبل ما اعرف عليكي استني انزك صراحه هي قالت اريد الصراحه وهي هم قالت راح احكي الصراحه ما صار نحكي هيك قبل لا والله عادي انا كنت اتابعك يعني عادي اتابعك انه ستوريات احب اشوف ستورياتك وهيك بس يعني حتى لما تخانقنا وقت الخناقة ما كنت أحس في شيء حتى يعني عن جد وقته كان يطلع لي فيديوهاتك على تيك توك عادي يعني ما في شيء وحتى بعد بس والله بعد ما تصالحنا يا جماعة طلعت غير كتير هل المشكلة كان في من وراها أشخاص أو مثلا حدا مثلا حكى لك عني شيء مو منيح أو إنه حدا خلاك تحقدي عليه أو إنه من هالقصص كان في حدا ورا القصة وراها بالله شخص هاي المشكلة أولا شوفي أنا بستوعب بعد ما نتخلص القصة أو شيء فبعدين استوعبت إنه أنت عم تحكي معي بطريقة يعني أوكي يعني هيك يعني أكيد إجاني حكي من ناس عنك وأنت إجاك هواي حكي يعني هواي سمعنا ناس طلعت تحكي ناس من أنا تحكي ناس ولا يم المشكلة طلعت تحكي بس ما مشاهير يعني طلعوا يحكون إنه صارت بيها استغلال ما استغلال وهاي المشاكل وهاي لازم انه شخص يحكي لازم يعني عني من ناس معروفه انا ما قلت لي ما كان في شيء لما قلت لي انفولو انا ما كان في شيء انت بتعرف دبي كيف دبي كله مشاهير مجموعه من اطراف كثير سمعتوا شفتي الحكي صحيح ولا غلط لا تحكوا على الكتاب من غلافه الله هاي تنحسب لك والله كفو حلو ما بتحكي شيء عميق كفو يلا اوكي فبدي اسالك هلا انت سافرتي على كثير دول أيه. بس ليش اكثر شيء ضليتك بالاردن وضليتك تسافري كثير على الاردن هلا انا اول مره رحت على الاردن ليش؟ كانت سياحه انه انا كنت جاي من دبي من شهر او شهرين فكنت بدي اسافر بس ما بدي اسافر على دبي مره ثانيه بوقتها رحت عمي خيرتها قلت له سافر يا على السعوديه يا على مصر يا على الاردن هيك اجى على بالي هات المرحبا رحلهم فقلت الاردن
فرحت وبصدفة كنت عارفة هناك على رفقات جديد أصلاً قبل ما أروح فصار عندي إنه هناك رفقة وهيك والأردن حلوة جد يعني أنت ما رحت على بس لانا ليش سألتي يعني على الأردن يعني ليش دائماً تروحين على الأردن يعني هو سؤال يعني بينا أوكي بينا أوكي فهمتوني تو أوكي ما يحتاجين أي شخص فهمتوني الناس عسل هناك جد الناس كلهم بجننوا الأكل طيب أنا مش عندي الأكل صراحة الأكل بجنن المنسف فحبيت الأردن صراحة طبعاً هي صراحة كل ما طب على الستورة مالتها لازم إنه هي تأكل منسف الأكلة يمكن مالتها المفضلة صارت هي المنسف ما أعرف إذا تشوفون جماعة قمر فانزاتها الأكلة مالتها المنسف مو تحسي إنك بتعملي أشياء أكبر من عمرك إنه الشيء اللي عم تعمليه إنه كستايل أو كمحتوى المحتوى أهم شيء يعني المحتوى يعني مو الستايل لأنه أنت عمرك 17 بحس لا وإيه بنفس الوقت يعني أنا إذا كنت متعمدة ألبس أو أعمل شيء أكبر من عمري بيكون يا ترند يا أما عشان الشغل أو السوشيال ميديا بالضبط يعني أنت يا ربع ليش قاعد إنه طبعا هي قاعدة تحكي عن المحتوى وهاي بس ليش إنه قاعد أحس إنه أنا داخل بجروب مع البنات ليش والله يعني هسه من دابا المقطع مو كل الأسئلة هسه هذا السؤال واللي قبل إيمان ملابس مع ملابس هيك يعني قاعد أحس إنه أنا داخل بجروب مع البنات يعني وقاعد أشوف المحادثة سؤال الأخير اللي عندي انت بفترة حياتك مريت كتير بالدراما طيب يعني من طرفك من طرف غيرك ما بتعرفي من طرف العالم صراحة المهم فانه هل انت بتتعمدي هل تتعمد الدراما اللي قاعد تسويها ولا اذا اجتك الدراما بتضلك تتمددي فيها اوكي نشوف شنو الجواب ولا انت بتطلعيها لا هلا اللي متابعني من زمان بيعرف متابعيني كلهم بيعرفوا انه انا بختصر الدراما يعني انا مثلا ابسط شيء لما عملت لي انفول هيك وبعثت لك مسج كنت بقدر ما اعمل لك بلوك ونضل نتخانق انا وياكي واطلع احكي عليك صح انا شو عملت اختصرت وعملت لك بلوك اختصرت انت زدت تطين بله لا انا اختصرت القصه صراحه بوقتها لانه خلص انت هيك ما حيكون بدك فولو فعملت بلوك كذا حدا في يوتيوبرز طلعوا حكوا عني اختصرت الموضوع رديت بستوري واحد بدون حتى ما اذكر اسماء لانه انا ما خصني باللي حيذكر اسمي شو ما تكون تحكوا احكوا مشان المشاهدات بعمل لهم بلوك خلص انا بختصر صح لانه انا مش هو يوتيوبرين انهم حكوا علي وهاي مو رده فعل مو مثلي لا هواي ناس بتحكي تسقط تتنمر تنتقيد هاي طبعا هو محتوى الانتقاد محتوى حلو يعني صراحه غير انا كعلي المحتوى الانتقاد يغير مثلا انت اليوم يوتيوبر حكي شغله انه هاي شغله غلط لازم ما يحكيها لان عنده ناس تتابع صغار يعني هو سوالف فالمحتوى الانتقاد نقدر نقول انه هو يعدل محتوى الاخرين او محتوى المشاهير بس اكو انتقاد اللي هو تجريح تسقيط لا هذا الشيء يعني كلش غلط كلش محتاجة مشاهدات الحمد لله فوكي ربع مثل ما شفتوا هذا الفيديو طبعا اكو كانت مشكله بس المشكله حلوه الحمد لله وشكر انه دائما احنا نقول مشكله حلوه طبعا هي الشغله الحلوه واللي مرتبه وهاي المشكله كلها انه هم حلوها براس السنه تخيل وهذا الفيديو يوم 1/1 مو بس اشوفه 31 ديسمبر وقت الفيديو اللي انا نشرته يعني بالليل طبعا صح انه انا محتوي ردة فعل رياكشن بس ما اعرف يعني انتوا طلبتوا من عندي اوكي ربع فاذا عندكم افكار تقدرون تكتبوا لي اجوبه بالتعليقات حتى سووا عليها رده فعل وفيديو اوكي ربع مثل ما شفت هذا الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم واستمتعتوا به اذا لحد سمع حط لايك تنتظر خلي لايك هسه واشترك بالقناه اذا انت جديد على القناه لان قناتي كلش حلوه عباره عن ردات فعل تقدر تفوت على القناه وتشوف الفيديوهات يعني عباره عن ردات فعل ماكو شخص ما سويت له ردات فعل مشهور فاذا اكو ناس ناسيهم انا اعتقد اكو كم شخص ناسيهم فاكتب لي اياهم جوا لان باكر ان شاء الله راح ينزل فيديو كلش قوي بمناسبه هاي السنه كلش قوي على ردات فعل فكان اخوكم علي اشوفكم بالفيديو الجاي مع السلامه